السلام عليكم. رح نعرض بهذا الفيديو الدرس الثامن لمادة الحاسوب الصف السابع تنسيق الصفحة. طبعا يا سابع، احنا لاحظنا في الدروس السابقة لما عرضنا صفحات الوورد بانه برنامج معالج النصوص وورد للصفحة بيكون في عندي هوامش، هاي الهوامش العلوية والسفلية واليمنى واليسرى لا يمكن الكتابة فيها، يعني زي الصفحة لما نسطرها ما بنكتب خلف السطر، نكتب أمام السطر. فهذا هو الهامش اللي رح نتعرف اليوم على كيفية تعديل هامش الصفحة. طيب، لتعديل هامش الصفحة أولا أنقر تبويب تخطيط الصفحة، اثنين أنقر أداة هوامش، هي واضحة عندي بالصورة أداة الهوامش من مجموعة إعداد الصفحة، ثلاث بظهر عندي صندوق حوار هوامش الصفحة بختار منه الهامش المطلوب. طيب لو إجينا نطبق الخطوات عملية، هي عندي برنامج الوورد الصفحة، رح أنتقل لتبويب تخطيط الصفحة، من تخطيط الصفحة رح أنتقل لمجموعة إعداد الصفحة، بعدها لأداة هوامش، هي هون تظهر عندي، واختار نوع الهامش المناسب بالنسبة لصفحتي. فهون أنا لو اخترت نوع الهامش عادي رح يتغير عندي ترتيب النص داخل الصفحة. طيب ثاني إشي رح نتعرف عليه في الدرس اللي هو تغيير اتجاه الصفحة، إما يتم تغيير اتجاه الصفحة بين أفقي وعمودي. ولتغيير اتجاه الصفحة بنتبع الخطوات الآتية: واحد النقر على تبويب تخطيط الصفحة، اثنين بختار أداة اتجاه الصفحة من مجموعة إعداد الصفحة، ثلاث بختار الاتجاه بدي اياه عمودي أو أفقي. لو إجينا نطبق الخطوات عمليا في برنامج معالج النصوص، حكينا بنروح على تخطيط الصفحة، مجموعة إعداد الصفحة على أداة الاتجاه، هون نقرت عليها رح ألاحظ أنه في عندي خيارين عمودي أو أفقي، فبختار اتجاه الصفحة المناسب بالنسبة لإلي. ثالث إشي بدنا نتعرف عليه في هذا الدرس اللي هو كيفية إدراج أرقام للصفحة. طبعا الصفحات ممكن أنا أختار خيار إدراج أرقام للصفحة لحتى كل ما أنشئ صفحة جديدة يتم ترقيم هاي الصفحة. والإدراج رقم الصفحة بنتبع الخطوات اللي هي: من تبويب إدراج ننتقل لمجموعة رأس وتذييل وبنختار أداة رقم الصفحة. إذا من تبويب إدراج مجموعة رأس وتذييل نختار أداة رقم الصفحة، فبتظهر عندي قائمة رقم الصفحة وبختار وين بدي يكون الترقيم، إما بالأعلى أو بالأسفل أو مكان المؤشر. طيب وكمان من الشغلات اللي ممكن أنا أعدل عليها لما أختار ترقيم الصفحة اللي هي تنسيق أرقام الصفحة، فممكن أختار يكون ترقيم الصفحة أرقام عربية، أرقام إنجليزية، أحرف عربية أو أحرف إنجليزية. والشغلات اللي ممكن كمان أعدلها أني بعد ما أختار ترقيم الصفحة وبطلت بدي أعمل ترقيم للصفحات، ممكن أختار الأمر إزالة أرقام الصفحات. لو إجينا نطبق الخطوات عمليا، هاي هون عندي إدراج، بختار الأمر إدراج، بروح لمجموعة رأس وتذييل، إذا من تبويب إدراج لا مجموعة رأس وتذييل بختار رقم الصفحة، هاي هون ممكن أختار تنسيق أرقام الصفحات المناسب بالنسبة لإلي، هون هاي بختار حروف عربية إنجليزية أو أرقام، وهي عندي هون أنا إذا عملت ترقيم للصفحات وتراجعت عن هذا الأمر فمن نفس الأداة اللي هي رقم الصفحة بختار إزالة أرقام الصفحات، بختار الخيار إزالة أرقام الصفحات. هيك بنكون يا سابع أنهينا درسنا لليوم. بتمنى منكم أنكم تطبقوا عملي على أجهزتكم. يعطيكم ألف عافية.